طبعا أنا سعيدة جدا أن أتواجد بينكم وأحضر هالعرض الطيب. هذه العرض ممتاز من ناحية الهدف، من ناحية الرسالة اللي وصلها للجمهور. في نفس الوقت الأداء كان ممتاز طبيعي، وفي نفس الوقت يمثل قطاعات مختلفة من المجتمع البحريني، وهاي الشرائح هي اللي تكون النسيج البحريني الحقيقي. شكرا جزيلا وما قصروا، وأشكر القائمين على الإشراف على هذا العمل المسرحي وعلى اللي قاموا بالعمل وعلى المخرجين. أشكركم كلكم، وأتمنى دائما للجامعة الخليجية أن تكون منبر للمزيد من الطاقات المتجددة واللي تخدم المجتمع. مسرحية السنة كانت أفضل، ما أقول أن العام كانت أقل مستوى، لكن قاعد أشوف المستوى شلون قاعد يرتفع سنة عن سنة، والأداء فترة المسرحية قاعد تطول، الحوار العمق اللي فيه بصراحة أبدعته السنة، وإن شاء الله يعني متشوق أبغى أشوف سنة الجاية إيش بتسوون صراحة. الحمد لله، وكان يعني عمل شاد الانتباه، ما حسيت بأي ملل، وشون طاف الوقت ما أدري، ظلت تغير المشاهد اللهجات، فكانت شاملة مو بس البحرين ومثل ما يقولون أطرافها وأطيافها، بعد كان حتى في أخ من مصر وغيره، فيعني مثل ما يقولون ارتقيتوا لمستوى جديد، والله يعينكم سنة الجاية شلون تزيدون عليه. مشكورين حقيقة، أقدم كل شكري وتقديري لجميع الطلاب المشاركين في هذا العرض، وأيضا ما يفوتنا نشكر السيد المخرج وبعض الممثلين اللي شاركوا وياهم من الممثلين المحترفين، أيضا أقدم لهم كل الشكر والتقدير على وجودهم. حقيقة وجودهم أكيد أعطى الطلاب دافع أكثر للتقديم ما يعني ما يستطيعون تقديمه في هذا المسرح. المسرح كان حقيقة هدفه معالجة قضية اجتماعية واضحة بالنسبة لنا، صراع بين جيلين، جيل القديم والجيل الحديث، جيل ضد التكنولوجيا أو قليل استخدام التكنولوجيا، جيل هو منغمس في التكنولوجيا، بالتالي كان صراع بيناتهم. الفكرة يعني وضحت، فأهنيهم على العمل وأقول لهم ألف مبروك نجاح هاي المسرحية للموسم الثاني، وإن شاء الله إحنا راح نستمر بدعم الطلبة ودعم جميع المواهب على كافة الأصعدة، ليس على الجانب الفني، بكل المواهب اللي يمتلكها الطلبة، لأن هذا واجب الجامعة هي أن تعطي الجانب العلمي بجانبه، أيضا تعطيهم الجانب المهاري والجانب اللي هم يحب يبرز شخصيتهم الحقيقية. احنا مستمرين بدعمهم بكل تأكيد، واني اشكر الجميع، اشكركم انتم، واشكر الحضور، واشكر الطلبة، واشكر كلية الاعلام على يعني مساندتهم للطلاب، واحنا نوعدهم ان شاء الله دائما راح نبقى نسندهم، ودائما اي طالب موهوب يشعر عنده موهبة واجبنا احنا كجامعة ان ندعم هاي الموهبة ونطورها، وان شاء الله احنا نحاول نشارك بهاي المسرحية في خارج مملكة البحرين، وإن شاء الله السنوات القادمة نشوف ممثلين على مستوى مملكة البحرين من خريجين الجامعة الخليجية. المسرحية تعتبر تجربة ثانية، اللي لمسناه بين التجربة الأولى والتجربة الثانية شغف من الشباب للعمل على العمل المسرحي، وإنه يعيشون تجربة جديدة، فارتئينا إن نعيشهم جو ثاني من الأعمال. مسرحية أونلاين كانت مسرحية بطريقة مختلفة، هالمرة رحنا حق مسرح أقرب للجمهور أكثر، رحنا للواقعية أكثر، للتلقائية أكثر، اللي يحبها الجمهور، علشان نعطي الممثلين دافع أن يروحون يجربون أكثر من مدرسة مسرحية. وجود ممثلين ذوي الخبرة معاهم هاي ساهم في رفع معنوياتهم ورفع أدائهم والاستفادة من التجربة. كل اللي نقوله أن هذه تعتبر خطوة ثانية، والمفروض تكون مواصلة لخطوات أبعد، وهذه اللي نتمنى نشوف فريقنا إن شاء الله في التجارب القادمة يحط همته أكثر، وإن شاء الله نشوف وجوه أكثر من الجامعة، من طلبة الجامعة اللي شون يانا في نالي المسرح لتقديم المزيد إن شاء الله. سعيدة بتواجدي بالفعل، تلقيت الدعوة وأشكرهم على دعوتي، والمسرحية فيها فكرة جديرة يعني بالتقدير، جديرة بالاهتمام، وهي يعني انشغال الجيل الحالي بالميديا والتليفون
ويعني وانقماسهم في التليفون، ابتعادهم عن الحياة الاجتماعية، ابتعادهم حتى عن الوالدين اللي يفترض أن يكونون معهم. يعني ما شاء الله عليهم، جسدوا المسرحية، جسدوا المشكلة في مسرحية جميلة، أداء جميل، إخراج جميل. نتمنى لهم التوفيق.